جوال أونر الجديد المتخصص في البورتري. الأونر 200 لايت 5G باللون الأزرق اللامع، مصمم بأناقة وبهيكل نحيف وخفيف، وزنه 166 جرام وبسمك 6.78 مليمتر. والجوال حاصل على شهادة SGS من فئة 5 نجوم في مقاومة السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.5 متر، وفيها 3 كاميرات. والكاميرا الأساسية هنا دقتها 108 ميجا بيكسل، وكاميرا واسعة جدا بدقة 5 ميجا بيكسل وماكرو 2 ميجا بيكسل، والأمامية 50 ميجا بيكسل مع إضاءة خاصة لتصوير السيلفي. وزودت أونر الجوال بثلاث أبعاد بؤرية حتى 3 مرات لتصوير السيلفي في الكاميرا الخلفية مع تحكم كامل بقوة البوكيه. وللكاميرا الأمامية عدسة واسعة بزاويتين، وعشان تستفيد من الدقة الكاملة للكاميرا الرئيسية تقدر تفعل الدقة العالية، وفيه أكثر من نمط للتصوير بحسب الأوضاع اللي تبيها إن كانت ليلي أو ماكرو وغيرها. والشاشة أموليد حجمها 6.7 إنش بدقة FHD+ وبإضاءة تصل إلى 2000 شمعة، وبمجال رؤية أكبر بنسبة الشاشة إلى الجهاز 93.7%. وفيه ميزة ماجيك كابسول اللي بتعرض لك التطبيقات بتجربة ديناميكية، وفيها حماية للعين بتقنيات مختلفة وبتعتيم ديناميكي للشاشة. يستخدم الجوال معالج ميديا تك ديمنسيتي 6080 مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، و8 جيجا بايت إضافية بتقنية Honor RAM Turbo. الأونر 200 لايت يعمل بواجهة ماجيك أو إس 8 المبنية على أندرويد 14، وفيها مزايا مختلفة منها شاشة القفل الذكية وميزة ماجيك بورتل لنسخ النصوص ونقلها بالسحب لباقي التطبيقات وغيرها. ويعطيكم العافية على المتابعة، ومع السلامة.